قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: اتأملوا العبارة أحبابي، دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام. لماذا قالت في بعض الأيام؟ لأن هذا دخول خاص، الرسول دائما يدخل على الزهراء يسلم عليها وتستقبله. لا، دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام، يظهر راجع من الجهاد من المعركة، فقال لي: يا فاطمة السلام عليك يا فاطمة. وقلت: عليك السلام يا أبتا. قال لي: يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفة، وفي بدني، هاي ملاحظات أنا أذكرها لكم، لم يقل في روحي ولا في قلبي ولا في ضميري ولا في وجداني ولا في نفسي. روحه أقوى الأرواح وقلبه أقوى القلوب، لاحظ، لأنه نزل الروح الأمين على قلبك، وهذا اللي نزل على قلبك بالقرآن، هذا القرآن لو نزل على الجبال لدكها، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فما عنده ضعف في قلبه ولا في روحه، إنما هو في بدنه. فإذا أحس بضعف في بدنه، يعني كل قضايا الحياة لما تحس بضعف فيها، اقتصاديا، سياسيا، أخلاقيا، ثقافيا، علميا، معاشا، تجارة، عملا، اذهب إلى بيت فاطمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا الرسول أحس بضعف وراح للزهراء، يعني مصدر القوة في بيت فاطمة، هذا شيء واضح. اذهب إلى بيت فاطمة وهي روحه، هي روح النبي، هذا لا يدل أنها أفضل من رسول الله، لا، شيء واضح. قال: يا بني، يا فاطمة، إني أجد في بدني ضعفا. فما الذي قالت له الزهراء؟ قالت: أعيذك يا أبتاه، أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. الآن لاحظوا الدقة، عفوا، قالت: أعيذك بالله، هي التي تعوذ النبي، يا أبتاه من الضعف. قال: ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. قامت الزهراء قالت: فأتيته بالكساء اليماني فغطيته. الآن تأملوا العبارة، لإزالة الضعف عن النبي يجب أن تقوم الزهراء بهذا العمل، هي التي تأتي بالكساء اليماني. كان بإمكانه أن يتغطى النبي وحده، لا، يقول لها: فغطيني أنت من يدك يا زهراء. تقول: فغطيته، غطيته، غطيته، الضمير يعود على النبي، يعني غطيته كله دون أن أترك منه شيء، لكنها تقول: وصرت أنظر إليه. هنا السر، تأملوا كيف تنظر إليه وهي غطته، يعني الغطاء، هذا الغطاء اليماني، الكساء اليماني، لم يحجب وجه النبي عن الزهراء، لم يحجب نور النبي عن وجه فاطمة، وجه فاطمة الذي يقول عنه الإمام أمير المؤمنين: كنت إذا نظرت إلى فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان. شوف المسألة كيف تقول: وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. هنا جمع أهل البيت، هؤلاء أهل البيت وليس غيرهم. بعد ذلك شوف الاستئذان، لاحظ الأدب، لاحظ الزهراء كيف تكون هي جسر يوصل بين الإمامة والنبوة. الإمامة تدخل على الزهراء، هي توجه الإمامة إلى النبوة. ما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل، فقال لي: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. قال لي: يا أمة، إني أشم عندك رائحة طيبة. هاي رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن بعض زوجات النبي قالت له: أشم منك رائحة كريهة، في سورة التحريم، اقرأوا القصة هناك، وبالتفسير تشوفون من هي التي قالت لرسول الله هذا الكلام، ووضعت عباءتها على فمها وعلى أنفها هكذا، وتقول للنبي هالشكل، يعني ابتعد عني لأني أشم منك رائحة كريهة.
هنا الإمام الحسن يقول: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: نعم، إن جدك تحت الكساء موجود. فدنا فأقبل الحسن، شوف عند الإمام الحسن تقول فأقبل، عند الحسين تقول ثم دنا الحسين. كل وحدة فيها شرح طويل، أنا أشير إشارات فقط لكم أحبتي. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي وثمرت فؤادي وصاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل الحسن تحت الكساء مع جده. قالت الزهراء: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل سلام الله عليه. فقال لي: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرت فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين من الكساء وأقبل نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما، أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وثمرت فؤادي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. قالت فاطمة الزهراء: فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن والحسين علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا فاطمة، السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أمير المؤمنين ويا أبا الحسن والحسين. فقال لي: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: نعم، إنه مع ولديك الحسن والحسين تحت الكساء. فدنا أمير المؤمنين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. تقول: ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، اكتملنا هؤلاء أصحاب الكساء، أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرفي الكساء هكذا، وأومأ بيده اليمنى بالدعاء إلى السماء. وما الذي قال؟ اسمع يا حبيبي، أنت أيها الطيب وأنت المؤمنة الطيبة الطاهرة، اسمعوا. رفع يديه وقال: اللهم، اللهم يعني يا الله، يعني يا إلهي، هذه معناها اللهم، دعاء. اللهم إن هؤلاء، يعني هؤلاء اللي تحت الكساء فقط، هؤلاء ومنهم تمتد الإمامة والنور إلى الإمام صاحب العصر والزمان. اللهم إن هؤلاء هم أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي. شوف، ما يقول لحمهم من لحمي، ما في من، اتأملوا، لحمهم لحمي ودمهم دمي. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب، حديث الكساء أنك تقف بالجبهة، تقف تدافع عن أهل البيت، يقول لك حرب وسلم، ملتفت كيف؟ الآن أقل شيء أضعف الإيمان حرب وسلم، أنك بالكلام تنقل كلامهم إلى العالم، تفتح موقع كبير واسع يليق بمستوى أهل البيت، وتدافع عن الزهراء، تدافع عن أمير المؤمنين، تدافع عن الإمام الحسن، تدافع عن الحسين، أنت دفاعك عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يؤلمني ما يؤلمهم،
يعني الزهراء لما تتألم الرسول يتألم ولا ما يتألم؟ علي عندما يتألم ما يتألم الرسول حبيبي؟ الإمام الحسن روحي له الفداء عندما يتألم حتى وهو محمول على الأعواد تأتيه السهام إلى جسده الطاهر وتشكه. الإمام الحسين كذلك. شوف مظلومية، يؤلمني ما يؤلمهم يا رسول الله، روحي فداك يا سيد، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. ولذلك ما يجوز أنك تداهن وتصانع وتجامل الذين يهاجمون الزهراء، ما يجوز تصافحهم حبيبي. تأمل، أنا أقول ما يجوز ليس من الناحية الشرعية، من الناحية الأخلاقية. صدقني، هذا رجل أعطاه الإمام الرضا باقة من الورد في المكاشفة، صلى 40 سنة صلاة الليل عند باب الإمام الرضا ولا غاب ليلة واحدة، فالإمام أعطاه باقة ورد هكذا بالمكاشفة، أصبحت يده فيها شفاء سبحان الله. يضع يده على المريض يقرأ عليه سورة الحمد يشفى المريض. بعد سنوات قل هذا قلت الفاعلية والتأثير. فأحد العلماء اللي موجود في قم الآن من العلماء الكبار يقول، سألته قلت له يا فلان لماذا قل التأثير بيدك، أنت كانت يدك تضعها على المريض مرة واحدة الآن كيف؟ قال شيخنا الآن يمكن 10 مرات أضعها حتى تأثر. فقال له هذا العالم لماذا؟ قال لأني صافحت أناسا ضد أهل البيت، صافحت أناس ما يحبون أهل البيت، يشككون بالزهراء، يشككون بمصيبة فاطمة، يشككون بالحسن والحسين، يشككون بكربلاء، يشككون بالشعائر الحسينية. التفت التفت حبيبي، لأن احنا مرة واحدة الله معطينا حياة، ممكن نرجع إن شاء الله نرجع الحياة في ظهور الإمام، وإن كان أنا أعتقد أننا نراه إن شاء الله، كلنا هنا الحاضرين الحاضرين واللي يسمعوننا إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. لقد قرب الوقت حبيبي، قرب الفرج، الفرج قرب، ويرونه بعيدا ونراه قريبا. فلاحظ لاحظ، يقول أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. أنت تشوف هذا يقول الزهراء ليست معصومة وتحترمه، ها؟ يقول الزهراء ما كسروا ضلعها، الزهراء ما أسقطوا جنينها، يقول الحسين سلام الله عليه يتحدث حتى عن كربلاء بعض الناس والخطوط اللي موجودة، هؤلاء الذين يفجرون الزوار كيف تفسرهم؟ يفجرون الزوار، شوف أطفال، موكب مع الأطفال في كربلاء، أطفال صغار في عددهم 240 طفل يلطمون على الإمام الحسين، فجاءهم هذا بحزام ناسف وقف في وسطهم يلطم معهم وفجر نفسه وفجرهم كلهم، أطفال صغار. شوف اللؤم، شوف اللؤم وين يصل. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. فالذي يسالم أهل البيت أنت تسالمه، ملتفت؟ إذا تعرف أنه عند ولاية أمير المؤمنين، وهذه الولاية التي يذكرها الإمام العسكري سلام الله عليه، يقول إن الله فتح لكم بابا أحل به ما وراء ظهوركم من أموالكم ومآكلكم ومشاربكم وأزواجكم، وهو مودتنا أهل البيت، بمودتنا حلت لكم الأزواج. هذا الإمام العسكري يقول، وبمودتنا حلت الأموال، صارت حلال تشتغلون فيها، وبمودتنا حلت المآكل، اللقمة اللي تأكلها حلال لأن مودة أهل البيت في قلبك، وبمودتنا حلت مشاربكم، الماء اللي تشربه إذا ما في مودة ما يكون حلال صدقني، لأن الماء مهر فاطمة. أنا أشرب ماء، الماء ماء خصوصا ماء الفرات، ملتفت كيف حبيبي؟ أنا حرب لمن حاربكم، أو هذا أضعف الإيمان الآن بالقلب، أنك تحارب بالقلب، يعني تكره ما يقوم به هذا الفريق في قلبك، درجة أعلى من القلب في اللسان تحكي تتكلم، درجة أعلى من اللسان في اليد. الآن ما في حرب بالسيف، خذ القلم واكتب،
القلم. قووا أقلامكم يا شباب من هالليلة، قووا أقلامكم، صدقوني خلال 6 أشهر تكون عندكم أقلام قوية تدافعون بها عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. تبت شو؟ سبحان الله. أنا حرب لمن حاربه، وسلم لمن سالمه، وعدو لمن عاداهم، وولي لمن والاهم. الرسول يقول فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الله أكبر. ماذا تقول الزهرة سلام الله عليه؟ تقول فأوحى الله، هي تنقل فأوحى الله، يعني عرفت الوحي في تلك اللحظة. وإذا تستكثر على الزهراء اقرأ سورة النحل وشوف النحلة التي يوحي إليها الله في كل لحظة، وأوحى ربك إلى النحل. هذا لغيركم الكلام، وإلا أنتم الحمد لله مؤمنين أحبتي. الآن 2-3 دقائق حتى نأخذ النتيجة. تقول فأوحى الله تبارك وتعالى إلى ملائكته وسكان سماواته قائلا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي. أي حديث هذا أعظم من هذا الحديث؟ الآن الذي ينقل الحديث حديث الكساء أول من نقله للعالم هو الله تبارك وتعالى. شون حديث هذا عظيم أحباب؟ يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي، أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري أو تسري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الله يعلم ويشهد، الآن الملائكة حاملين الهدايا لكم. والله العظيم هذه هدية الدنيا ما لها قيمة، لكن هذه الهدايا فيها هدايا الدنيا أيضا، فيها رزق لكم جميعا في ذرياتكم. واحد تشوف تنزل عليه هدية أنت وأولادك إلى يوم القيامة في شفاعة محمد وأهل بيته، واحد تنزل عليه هدية أنه أنت وعائلتك وأولادك ما تشوفون الفقر في حياتكم، ما تحتاجون إلى أحد، واحد تنزل عليه هدية ما تشوف الأمراض، أنت مريض الله يرفع المرض عنك. هذه قضايا كلها أسرار، أسرار. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. هذا السر العظيم اللي تلاحظوه في هذا الحديث. اتأملوا يا أحبابي. نعم، جابر بن يزيد الجعفي يقول دخلت على الإمام الباقر سلام الله عليه سمعته ينادي بصوت عالي يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد. يقول أنا تعجبت، دخلت سلمت عليه رأيته يبكي، قلت سيدي تنادي أمك فاطمة؟ قال أخذني نوع من الحمى فناديت أمي فاطمة، استغفت بها لرفع هذه الحمى. وهو إمام معصوم، هو حجة الله، لكن شوف البيان يريد يبين لك من هي فاطمة. لذلك الزهراء عندها أيضا دعاء ضد الحمى علمته لسلمان، موجود في مفاتيح الجنان، وهذا مجرب، قسم يأخذون الأولاد للمستشفى ومصل والدنيا مقلوبة، في حين هذا الدعاء تقرأه مرتين يشفى بإذن الله تعالى. الآن هاي التحف والهدايا نازلة عليكم يا أحبابي، والله العظيم الأخبار هكذا تقول. الآن هو الحديث نفسه على لسان رسول الله. فجبرائيل تحضر، جبرائيل من أجل الخمسة أصحاب الكساء، يا ربي أنت خالق الكون كله وكله. إيه نعم نعم، وعلم آدم الأسماء كلها، هم أسماءهم، ثم عرضهم على الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، هذا شيء طبيعي. بعدين قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم الملائكة. الآن جبرائيل استعد، قال يا رب من هم تحت الكساء؟ قال هم فاطمة. شوف قبلها قال هم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. أنتم أهل عربية لغة، عندكم اللغة قوية هنا، صحيح ولا مو صحيح؟
اللي تحت الكساء الحسن والحسين، المفروض يقول وابناها مثنى بالألف، صحيح ولا مو صحيح؟ قال وبنوها، يعني كل الأئمة اللي هم نور في صلب الحسين موجودين تحت الكساء، وحتى الإمام صاحب العصر والزمان مع أمه فاطمة تحت الكساء، لذلك قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ربي أريد حوائجنا كلها تقضى هذه الليلة كلها. أول حاجة فكاك رقابنا من النار، رؤيتنا لإمامنا صاحب العصر والزمان هالشكل تكحل عيوننا بنظرة إليه يرضى عنا، رفع الهم والغم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يا ربي إحلال الإيمان والأمن في ربوع العراق الحبيب الجريح وفي ربوع كل البلاد الإسلامية، احنا نريد الأمن والأمان لكل العالم، وحياتكم يا أحبابي، نحن نحمل الخير لكل الناس، لكن هذه قضايا نؤكد عليها وأنتم تسمعون هذا المعنى. فقال يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون لهم سادسا، أنا أحب أكون خادمهم. لما سمع جبرائيل هذا المعنى الكبير قال أنا أريد أن أخدمهم، أنت سمعت الآن لازم تخدمهم، وإلا شوف جبرائيل ماذا صنع. قال يا رب أنا أريد أن أخدمهم، أنزل إلى الأرض. قال نعم يا جبرائيل أهبط إلى الأرض قد أذنت لك. فنزل جبرائيل وقف عند باب الكساء، قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري أو تسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم ولكم سادسا، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل تقول فدخل معنا تحت الكساء وهو يقول لأبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله إن الله أوحى إليكم، أيضا لم يقل أوحى إليك، الوحي صار للخمسة، إن الله أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الآن وصلنا إلى الثمرة والنتيجة، استعدوا بقلوبكم، دير بالك الشيطان يخليك تنعس بهاللحظة أو أي شيء، انتبه، أنت الآن تريد تأخذ النتيجة، فمن الذي يشير إلى النتيجة؟ سيد البلغاء والمتكلمين، أمير المؤمنين، إمام المتقين، سيف الله، صاحب سيف ذي الفقار، أمير المؤمنين علي هو الذي ينقل لكم النتيجة. فقال علي أمير المؤمنين عليه السلام لأبي الزهراء تقول يا رسول الله ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله الآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض يا الله وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الآن ما في مجال للكلام، رحمة تنزل وملائكة تحف فيكم ها وتستغفر لكم، أنت عندما تستغفر
قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فخير كثير. فقال النبي ثانية: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا. حضر حالك حضر حالك حضر حالك بارك الله فيك. ويا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة. يا الله 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 يا الله.